السلام عليكم. المهم راه اللي كيتفرج دابا راه ما كاينش واديع، هذه واحد الغفله درتها ليه، هي ماشي غفله، هما اللي غفلوني، قال لي اجي نقضيو بك انت يا سعيد بما جا واديع ونلاقيكم في المونتاج. والسبيكتاكل ديال اللي داز دابا الحمد لله، كاع لي سبيكتاكل دازوا واعرين في جمال كوميدي كلوب. كتحس بواحد الانرجي زوينه، كتستمتع وسط لاسين. لاسين توحشنا من شحال هادي، دابا الحمد لله رجعنا بقوه، وكنتمنى نكون عند حسن الظن ديال الجمهور الكريم اللي غيتفرج وغيضحك ان شاء الله، وكنوعدكم انكم غادي تضحكوا ان شاء الله. شكون هو وديع وشكون هو سعيد؟ راه كاين الاغلبيه ما كانوش كيعرفوا، ديما كيلقاو وديع وسعيد. سعيد هو البوغوس. لا واحد القضيه في راسك دابا، راه المشكله ماشي غير عندنا حنا، راه كاع الثنائيات، راه ديما انا دابا بعض المرات كنشوف شي ثنائي ما كنعقلش على فينا هو، مثلا فينا هو حسن، فينا هو محسن، فينا هو فريد، فينا هو كتكون جوج سميات، انت كتفرج كيقول لك هذا راه هو سعيد وهذا وادي، هو اللي كان ديما كتلفهم. سعيد راه حاجه طبيعيه، راه انا ولد اسفي، زايد في اسفي، كبرت في اسفي، ودابا انا مستقر في كازا على حسب الخدمه ديالي. انا وديع بيان سور غتستقر في كازا باش تبقى قريب من الخدمه ديالك، حيتاش الطبيعه ديال الخدمه ديال لي بواط برو كازا هي كتبقى قريب من كل شيء. واش بديت اسفي كيف متعرفش مكاش مسرحيه فيها؟ سي فيها مسرح، فيها مسرح واعر اللي ان شاء الله غنجو نلعبوا فيه قريبا ان شاء الله، كنوعد الجمهور غيكون فيها سبيكتاكل. فيها مدينه زوينه، راه مدينتنا كتبقى المدينه الام ديالنا، غير على حسب قلت لك على حسب الخدمه ديالنا، حنا استقرينا في كازا باش كنبقاو قرابين من الدراري، كنخدموا مجموعين ما نبقاوش نخدموا بوحدنا، راه عقل واحد كيفكر ماشي هما بزاف ديال العقوله. هذا هو المهم. فراسك دابا كندوي معاكم ويصوني ليا وديع، والله تندوي معاه وي سي وديع. انا دابا كنهضر معاكم في الانترفيو مباشرة، المهم راه فاش غيجيو هنا راه غيشقموك انت، وفي الاخر غيتقادونا في المونتاج. الكوميديا في المغرب راه غادي في واحد التطور تصاعدي كبير، حتى حنا واحد القضيه. الثنائي كاين دريس المهدي، كاين حسن ومحسن، كاين كاينين غير هو الثنائي ما كاينينش بزاف، حتىش كيف كيقول لك ديجا هازين واحد الفكره ديال ان الثنائي ما كيطولش، حنا بغينا نحيدوا هذه الفكره ديما، ان الجمهور تقدر تغبر عليه ولكن كتجيب الجديد، كيلقاك ديما حاضر بسكيتشات، كتحترم الجمهور ديالك انك ما كيشوفكش في الرتابه، ديما كتجيب لي حاجه جديده. راه بيان سيغ الجمهور راه ذكي، الجمهور المغربي راه ذكي. السكتش اللي غادي دوز اليوم شنو علاش تتكلموا مثلا؟ غنخليه مفاجأة يشوفوا في التلفازة، وان شاء الله غيكون سكيتش واعر كيضحك. كاين سبيكتاكل ديالنا اللي كنديروا به دابا لا تورني ديالنا، غنديروها في المغرب كامل. كاين الفيلم اللي ديجا صورناه ديال الاخوان اللي ان شاء الله غادي يكون في القريب في القاعة السينمائية، وكاينين اعمال اخرين ان شاء الله جايين في المستقبل. في رمضان غيكونوا دي كابسيل اللي غنصوروهم، تاهما راه خدامين عليهم، اللي غيكونوا في الديجيتال، والجوله ديال الاموراج ان شاء الله اللي غتكون حتى هي قريبا. التجربه ديال ولاد علي صراحه في راسك، الناس باقيين الان كيسولونا كيقولوا امتى غديروا الجزء الثاني. لا دابا حيت مازال كتبقاي دير ديك مصفر داك الشعر، غنكون باقي كنخلع، اما دابا عادي صراحه كيقول لي الدار جيتي خايب، ماشي انت هو سعيد اللي ولدناك. الحمد لله السلسله دازت زوينه بالخدمه، راه عامين وحنا كنكتبوا فيها وكنعاودوا الوغ، ملي كتخدم شي حاجه عن حب راه كتوصل من ولد عائشه. لا صافي اخويا دابا مشى مع الحياه، مشى مع الظل. برافو عليك، كما قلتيش انت واش متزوج كتولي دات؟ دابا قريب نتزوج ان شاء الله، غير باقي ما حطيتش لا دات، واش 2023 2024؟ لا دابا حاليا ما كاين والو، الكواليس هو حاليا ما كاين فيه والو، ولكن في الواقع تقدر تكون شي حاجه. الله يحفظك، الله يخطيك. المغاربه كاملين كنحبوكم، ورمضان مبارك سعيد ووديع، وكنقول لكم ان شاء الله تسناونا حتى ديما كاين الجديد ان شاء الله. تحيه لكم.